طيب انا انا النهارده كمان عليا مسؤوليه يعني انا كرب اسره عليا مسؤوليه تجاه ولادي ده حقيقة بعض الاسر نازلين يسوشياليزوا على البحر وتمام ده حق, حق كل الناس مش بقول حاجه بس لو معايا اطفال لازم اركز معاهم مظبوط نصايحك ايه للناس اللي سايبين عيالهم في البحر كده ب بالساعات عينيهم مش عليهم أدل... اصل هم بيعرفوا يعوموا ده انا بمرنهم سباحه في في بعض الاهالي على فكره بتقول الجمله دي كتير مزبوط. مش مع... ده حقيقه انا بمرن ولادي سباحه فبقابلها كتير كتير جدا بقابل الموضوع ده مم. على فكره هو دايما بنتكلم او الحوار كله بيتكلم على خطوره الشواطئ احنا عندنا خطر اكتر من الشواطئ حمام السباحه وبمناسبة العائلات اكتر دايما اكتر تجمع للعائلات والاطفال هو حمام السباحه مش الشواطئ بيبقى الطفل بيروح على حمام السباحه بابا ومامته بيبقى قاعد بابا مش موجود مامته قاعده ماسكه الموبايل والطفل بينزل او بتسيبه يمشي على سنوة في حمام السباحه حمام السباحه اخطر بكتير من البحر معقوله اه طبعا ليه بقى احنا عندنا هي حاجه في بتحصل جوه الجسم في حاله انه حد شرب ميه وغرق شرب ميه في حمام السباحه بنقول على اسمه الغرق في الميه العذبه بيحصل تغيرات فيسيولوجيه في في السيركيليشن ال بتاع الجسم فبيبقى زمنه من الحياة أو زمنه من الوضع اللي هو الف... الفايق فيه ويقدر يتغلب وعنده نمطات الحياة وعنده الحالة الحالة الفسيولوجية موجودة بتتحرك في خلال دقيقة أو دقيقة ونص أو للأسوأ وبسرعة جدا لكن البحر بياخد وقت من أربع لخمس دقايق عقبال ما يبدأ يحصل اللي حصل في حمام السباحة مم. الوقت دايما التعرض الغرق من شخص واعي لشخص غير واعي ويحصل له اتاك او يحصل له مشكله في الدوره الدمويه بيبقى زمن قليل جدا في المال العذبه المياه المالحه نقدر ان احنا نتعامل معاه بسهوله وبسرعه تخيل حضرتك لو حمام السباحه عندي واحد واقف وفي كل حته في حمام السباحه مليان زي الزحمه اللي بتحصل مراكز الشباب او بيحصل في بعض النوادي او بيحصل في بعض الكرة الخاصه صعب جدا بنقول حمام السباحه الصغير لا ممكن يبقى واحد ممكن يبقى اثنين لكن البحر هو قاعد هو شايف الناس كلها مرصوصه قدامه من 50 ل 75 شايف وملاحظ جدا فاحنا دايما بنخاف ان احنا اكتر بكتير من طب نصيحك نقول ايه لو حصل نوع من انواع الغرق ده موقف مفيش حد كبير عليه ابدا خالص, خالص. يعني زي يحصل الواحد يحصل زي ما, ما بيقولوا كده ضبط النفس في, في المصطلح العسكري ضبط النفس آه. بس هل هتقدر تعمله وانت بتتعرض لموجه الن... عاليه او كده؟ ضبط النفس للشخص اللي متعرض للغرق، احنا اسباب الغرق متعدده مم. من ضمن اسبابها أنا ب... يا ما بيعرفش يعوم يا اما اتعرض لخوف يا اما اتعرض لمكان ما بيعرفش يعوم فيه. ايه النصائح؟ اول حاجه اتباع الارشادات العامه ل... لتنظيم العمل في المكان. ترشيدات عامه في كل مكان بيكتب يقول لك ما تنزلش قبل الشروق او تنزل بعد الغروب ما تنزلش بعد الغروب او الوقت اللي محدد ليه الكلام ده يمكن تعرضنا له ايه ممكن نقوله هو جوه في يعني حصل معاه الموقف ده بمعنى يعني حضرتك واحد اتعرض حياته للخطر بالزبط. ايه اللي نقدر نقول له لا, لا ما تعملوش ايه تاني يعمل عشان ما تتعرضش كده لا يعمل, يعمل ايه في الموقف ده ان واحد نزل ولقى حياته بتتعرض للخطر أوه. اول حاجه ان هو يستغيث ما عندوش حل تاني غير ان هو يستغيث ينادي على المنقذ انا بغرق او ينادي على اي حد جنبه يمسك اي حد العلية جنبه الحركه أي... العاليه اللي هو الخناقه اللي بتحصل بين الشخص اللي بيغرق والم... والم... والميه هو ده سبب سيب نفسه تماما لو كان في البحر سيب نفسه تماما الميه هتشيله وهتوصله للبر الامان زي ما احنا بنقول مم. مش هتاخده لجوه وترميه وتغرقه لكن هو لو بالبلدي الخ... كده اتعارك زي ما بيقولوا الخناقه اللي الماء. بتحصل بين الميه وبين الراجل آه. اللي بيغرق هو ده السبب الرئيسي للغرق ايوه طب انا ما بعرفش اعوم لقيت نفسي رج... رجلي دخلت في حته ما لهاش طول مم. سيب نفسك تماما واعمل ريلاكس تماما طبعا يبقى فيه نوع من الخوف واطمن المية هتشيلك هتوصلك هترفع. لأي حد سريعا أو جدا هل المنقذ ليه سلطة معينة على في الشاطئ لو, لو حد مش سامع كلامه لو العلم أحمر و و وبعض الناس نزلوا المية وهو عارف أن ده خطر عليهم هل ليه سلطة معينة أنه يمنعهم من نزول المية ولا لا آه طبعا بيمنع بس في ناس بتصر أنها تنزل هو غير مسؤول لا فنيا ولا قانونيا ولا جنائيا على الموقف ده لكن لو هو العلم الأخضر موجود وحد تعرض للغرق هو معرض للمساءلة القانونية والمساءله الفنيه اذا هو غير مسؤول جنائيا او على مسؤوليته. قانونيا على مسؤوليه الشخص على مسؤوليته بيبلغ اداره القريه بكده او بيبلغ اداره الفندق بكده ان في ممنوع المفروض حد ينزل وحد هو نزل غصب عنه خلاص يبقى بقى القريه او او القريه او الفندق تاخد اجراء ضده ما غير مسؤول عنه المنقذ تماما